لماذا على كبار السن التوقف عن شرب الحليب ومشتقاته؟ في إشارة واضحة لمخاطر الحليب ومشتقاته على كبار السن، أكدت آنا يلكينا الخبيرة الروسية في علوم التغذية على آثار شرب الحليب للكبار وتناول الألبان المخمرة ومشتقاتهما في تنشيط إفراز هرمون الأنسولين بمعدلات كبيرة، مما ينعكس على سرعة وتفاقم تطور أنواع الالتهابات المختلفة وتعزيز الإصابة بمرضى السكري خاصة من النوع الثاني، وأيضا تعزيز الإصابة بتشحم الكبد. ما هي الأضرار الناجمة عن شرب الحليب ومشتقاته؟ أشارت يلكينا إلى اشتمال حليب الأبقار على كثير من عوامل النمو التي تشبه هرمون الأنسولين، وهي العوامل التي تلزم صغار الأبقار وهي العجول للنمو المتوازن، في حين أن البالغين والأطفال من البشر ليسوا في حاجة إليها نهائيا، كما أوضحت أنه بالنسبة لمنتجات الحليب المباعة تجاريا بالأسواق فإنها عادة ما تحتوي على السكر والمواد الحافظة والمضادات الحيوية، وهي تمثل خطورة أيضا على صحة البشر خصوصا كبار السن. وعلى هذا المنوال، أكدت يلكينا على ضرورة التقليل من إدخال منتجات الحليب ضمن الغذاء النظام الغذائي المتبع، وبينت دور استعمال هذه المكونات في معاناة جسم كبار السن مع الالتهابات، لأنه ببساطة لم يعد الجسم قادرا على هضم وامتصاص تلك الكميات الزائدة من منتجات الحليب، وبزيادة الإصابة بالالتهابات تزيد الخطورة على المنظومة المناعية الطبيعية، وهو شيء خطير بالنسبة لشرب الحليب للكبار، ويؤثر على الصحة العامة للكبار في السن. وحتى مع الحليب الخالي من الدسم، فإنه أيضا يشتمل على زيوت مهدرجة ونكهات صناعية، وهما من أسباب زيادة المخاطر الصحية. استبدال حليب البقر بحليب الماعز. دعت الخبيرة الروسية إلى استبدال شرب الحليب للكبار، وهو حليب الأبقار ومنتجاته المختلفة، بحليب الماعز، وذلك لأنه مصدر غني جدا بمعادن الكالسيوم والفوسفور، وكذلك فيتامينات سي، B6، B2، وبي وآ، علاوة على ما فيه من نوعية من الدهون يسهل على الجسم البشري امتصاصها وهضمها دون الإصابة بالانتفاخات أو التعرض لأي مشاكل صحية في البطن. ومن ناحية أخرى، يحتوي حليب الماعز على كميات ضئيلة من سكر الحليب، وبالتالي فإنه لا يتسبب في تراكم الدهون بالجسم ولا في اضطرابات تمثيل الكربوهيدرات غذائيا، كما أنه يعد الأفضل في فئته لمن يعانون عسر هضم سكر الحليب أو ما يعرف طبيا بعدم تحمل اللاكتوز، إلى جانب نجاعته في علاج تقرحات المعدة أو الاثنا عشرية وعلاج اختلالات الغدة الدرقية.